العرفان بالجميل والاعتراف بالفضل كان وراء حفل تأبين المعلم علي عبد الله بركة في مدينة المرج، ودع مميز اختاره التلاميذ للاحتفاء بأستاذهم في صورة تعكس طبيعة العلاقة التي كانت تربط الراحل بتلاميذه. اليوم أنا ومعظم الطلبة اللي درسوا في مدرسة القرطبية مختلف الأجيال والأعمار اقترحنا ونفذنا فكرة اللي هي تأبين أستاذنا ومعلمنا القدير علي بركة اللي أثنى عمره في خدمتنا، فنسأل الله أن يلهم أهله وذويه وجميع الطلبة اللي درسوا عنده جميل الصبر والسلوان، وما نقوله إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون. نشكر كل من ساعدنا ودعمنا في تأبين هذه الشخصية العصامية اللي قدمت تاريخ حافل بالإنجازات، إن شاء الله يكون في ميزان حسناته. مبادرة التلاميذ حفزت عددا من الجهات العامة والخاصة بالمدينة لمنح الراحل شهادات تقدير ودروعا تكريمية في لمسة وفاء تعكس ترابط المجتمع وتؤكد ما قاله الشاعر: من يفعل الخير لا يعظم جوازية، لا يذهب العرف بين الله والناس، فالصيت باق وإن رحل صاحبه والوفاء ديدن لن يتغير لكل ذي فطرة سليمة.